شار علي الزمان ونكل بي وارتوى، فلم أجد لدي ما أبيع سوى الهوى. شكوت أمري لولي أمري لأحبابي لحاكمي، فما وجدت شكوى طريقا إلا للذي على العرش استوى. انا الاسم ديالي ناديه، النسب ديالي بالراضي، ام لثلاثه الاطفال سلمى وسيم هيبه. البنت الكبيره عندها 6 سنين، الوليد عنده 3 سنين و5 شهور، والبنيه الصغيره عندها عام و7 شهور. كاريه في واحد الحي شعبي اللي هو وسط المدينه، وهذا ولا نقدر نقول لك هاد الساعات. انا سميتي نزهه، عندي 21 عام، تزاديت في النواحي الفاسد أحمد البرنوصي. أنا أم عزيبة، عندي ولد عنده 4 سنين مهدي. أنا كنعيش في الدار البيضاء هذه 4 سنين، ودابا هادي عامين وأنا خدامة في واحد الشركة كتنظف الشوارع سيطة. وأنا كنعيش في البيت بوحدي معياش ولدي. ولدي عند أختي فاس، حيتاش أنا مقديتش باش ما قديتش على المصاريف ديالو داكشي، وراه عند اختي ما عايش معايا دابا 6 شهور هو ما كاينش معايا. انا مش حال هذه، وانا كنت كنتمنى شي واحد يجي، شي صحفي ولا شي واحد باش نهضر له على شي حاجه. انا كنبدا نتفكر هذا الشيء بوحديتي وكندان بكي بوحدي. المرأة هي الأكثر عرضة للعنف في مجتمعنا. المرأة هي التي تمثل أغلبية الساحقة للأميين في المغرب. المرأة هي التي تمثل أو تجسد الإقصاء والتهميش الاجتماعي. المرأة أيضا دائما هي الحلقة الضعيفة في العلاقات الاجتماعية وفي العلاقة بين الرجل والمرأة. التمييز يبدأ أولا من التسمية، امرأة عازبة، بمعنى أن فيه أصناف من النساء. في الحقيقة التمييز الذي تعاني منه المرأة العازبة هو فضيحة في مجال حقوق الإنسان. الحركة النسائية والحقوقية مطالبة بخوض نقاش حول ظاهرة النساء العازبات بين قوسين، والتفكير بشكل معمق من أجل إيجاد حلول، لأنه هي ظاهرة مجتمعية واللي هي مستشرية في المجتمع ديالنا بشكل هو قديم، ماشي ظاهرة جديدة، واللي غادي تطور ايضا داخل المجتمع، بمعنى ما غاديش ينحدوها الا سكتنا عليها، بل اكثر من ذلك هي لازالت مستشريه وساريه في المجتمع، وطبيعي لانه هي ظاهره لانسانيه. قلت هذا خص يكون فيه نقاش واسع. بالنسبه لنا ثاني الحلول هو انه اول ما تحتاج هاد النساء هو الرعايه. ملي ماتت الوالدة كانت حاملة، كنا حنا 4 البنات وكانت هي حاملة. ملي جات تولد با مبغاتش ديال الطبيب، كانت شتها الحريق مع الصباح مع الستة،
الكوبا جالس مع الناس الفوق جالس بعيد من الدار. كانت لو عندك نقولوا لهم راه كتغوت راه باغا تولد كيقولنا امرتني غا بنات تموت الا بغات تموت. منين ولدت ولدت ولد واختي اللي كبر مني مشات تعيط لبا سيدي با امي بعيد علينا شويه وصافي ما كانت ديك الساعه باقا حيه ولدت وماتت ديك الساعه ولدت بشي ساعه وماتت. المراهقة ديالي كانت عندي واحد سن المراهقة اللي هي قاصحة شوية بما أن الوالدين ديالي ما فهمونيش. مهم ربطت واحد العلاقة مع واحد الشاب اللي هذيك العلاقة تطرقات لبزاف الحوايج اللي هما خايبين. وفاش منين صارحت الوالدة وداك الشيء ما عجبهاش الحال قالت لي لا احنا ماشي من داك العائله ومشي من داك النوع. الا كان حتى الا كان غادي يتزوج بك ماشي مشكل، اما باش تبقاي تخرجي معاه وتجلسي انت وياه في القهوه وداك الشيء احنا ما عندنا ما نديرو به. كنت خرجت واحد الليله متسخر صدقت ما رجعتش، جلست معاه شي يومين ما كاين والو. جلست شي يومين رجعت للدار دقيت في الدار جاوبتني اختي الصغيره قالت لي راه ما كاينينش مالي من الدار. المهم طليت من السرجم لقيتهم حتى ياكلوا وداك الشيء. حد حاجه وحده قلت لهم بغيت غير حوايجي. جات امي قالت للدريه الصغيره اختي قالت لها جمعي لها حوايجها. جمعت لي حوايجي في ميكاب حلا ولحتهم ليا في الزنقه. صافي ما بغاوش يرجعوني للدار مشيت رجعت جلست معاه بقيت جالسه مع داك الشخص. جلست تقريبا شي من مورا هذاك المشكل مده 6 شهور صدقت حملت عزبه تبقى ما تنكميش ما تنكمي ما تنشرب ما تنعرفش شنو هذا الميدان هذا ديال الشراب ولا هذا الشيء هذا بقى ما تنعرفوش نهائيا بصفه عامه. مشينا كيما قلت لك انايا قال لي غادي نكري لك في بلاصه نحيدك من هذاك من هذيك السكنه وغنسكن عند سكني في حي اخر. هذاك الحي بعيد شويه على المدينه اللي هو افكا. ديك الساعات كانوا عاد كيتبنا باقي داك الشيء يلاه كيتبنا. مشينا كرا لي تما كاينه واحد البيت في قلب بيت وقيله بشي 5000 ريال كراه ليا. جلست المهم عندي الخضره عندي كل شيء حاجه وحده اللي ما عنديش الخبز وما عندي تدرهم. ما عنديش الخبز وما عندي تدرهم وحامله عندي ديك الساعه 5 شهور ولا 6 شهور ديك الساعه من مور داك المشكل عارف شي شهر 5 شهور ولا 6 شهور عندي في كرشي. المهم طيبت الماكله طيبت كل شيء كنتسنى السيد راه غادي يجي. قال لي غادي نمشي ندي الكروسه ديال الديسير حيت هو كالخدمه ديالو تيبيع شري في الديسير. قال لي انا غنمشي ندي السلعه نحطها في الفندق وداك الشيء نباشيها وداك الشيء وغادي نجي. السيد مشى ما ولاش نهائيا بصفه عامه. شحال القرعه شفت الفوق شفت لتحت لبست حوايجي سديت الباب طلعت عند واحد السيده في الفندق. هذاك الفندق هو اللي كيحط فيه السلعه ديال الديسير هو اللي تيحطها تما كاينه في هذاك الفندق. مشيت يلا انا كيوصلت الفندق لقيتو شاري صبر ديال جديده وسروال جديد وها جوج خبزات وشاري العطريه في ميكا. ما وقعت بيناتنا واحد المشادات هضره وبزاف الحوايج الشتم والسب وهذه. صدقت قلت لي انا والله ما نجلس عندك تما كاينه ولا باقي نجلس عندك. سكنت في هذاك الفندق كنتي في عيشه وصبحتي في عيشه اخرى
يعني النمط ديال الحياه ديالك تقلب ليك بين ليله وضحاها في رمشه عين. وليت كنمشي كنعس بكري، كنفيق في 6 الصباح، كنلبس الصنداله مقطعه هذه، كنمشي كنخرج، كنمشي للسواق بكري، كنتقدى، كنمشي حتى نسعى اللحم، كنسعى الخضره، تنسعى الدراهم، تنسعى الفلوس، بقيت بحال هكا. مشروع القانون اللي كاين حاليا هو مشروع قانون لحماية النساء من العنف الزوجي، ولكن إلى جانب ذلك هناك ورش كبير ديال إصلاح القانون الجنائي اللي هو كتحتضنه وزارة العدل. وفي الإصلاح ديال القانون الجنائي هناك مجموعة من المقتضيات مرتبطة كذلك بالعنف، بمحاربة العنف. وملي كنتكلموا دابا على القضيه ديال العنف لابد ان نستحضروا انه الحكومه المغربيه عندها واحد الرؤيه شموليه، واحد تعاون مؤسساتي كبير جدا في ميدان مواجهه العنف ضد النساء. احنا ماشي مع قانون اللي الان دايره الحكومه اللي هو قانون حول العنف المنزلي، لا فيولونس كونجوغال، العنف المنزلي، العنف الذي يطرأ داخل مؤسسه الزواج. وحنا كنقولوا كنطرحوا سؤال كنقولوا وخارج مؤسسه الزواج، وهذا المواطن اللي كتعرض للعنف بحال هكذا، تعرضت للاغتصاب وتعرضت للحمل شكون اللي غادي يحميها؟ بمعنى الا درنا قانون غير على العنف المنزلي بحال لا كنحصروه. وهذا وزاره التنميه الاجتماعيه دابا دفعته للامانه العامه للحكومه، وحنا كنا يعني ناقشنا جلسه تشاوريه وقلنا يا ودي راه حنا ما متفقينش، لان ما كنحصروش هذيك المراه، كنحصروها في مؤسسه الزواج، والخادمات فين يمكننا نديروهم، والعاملات اللي كيتعرضوا للتحرش الجنسي، وهاد الامهات العازبات فين يمكننا نديروهم. هاد الولد اللي وقع لي معاه مشكل كيطلع من قدام بابنا كيدوز محدانا، صافي مرات باتا هي كتقول لي صافي راه كيقولنا راه غناخدها، ومرات با كتبقى حادية لي با، كنمشي انا لعندهم للدار عند جارتنا ولا كيجيو عندنا للدار مني ما كيكونش با، تحملت منه انا ما عرفتش راسي راني حاملة. مع مشكل ما عندوش مسؤولية اصلا، هو ما قد براسو، كان قد براسو ما غاديش يسمح بولدو، وعارفو ولدو، عارفني انا ما كنتش مع حتى شي واحد من غيره هو، وعارف بان فاش قلت ليه جي نديرو التحاليل وداكشي كيتهرب. كان عندنا واحد العرس بنت جيراننا الفوق، كانت كرشي انا باينه والناس كلها كتشوف فيا وانا ما كنتش عارفه راني حامله، كلهم كانوا كيضحكوا.
الولد هذا الولد انا عندي العلم بانه مجوجة ولا شنو دايره. يلا تا قالوا راك ادعيها خالتها راك دير را عندها الولد را. البنت خليناها هنا في الدار هولنا للسوق هذا الحمريه طلعنا قالت الطفله مشات يلا فيها الدور. ايوا كاين هذا الشيء ولا لقيتك هنا ياك خليتك في الدار مضروبه ضربتيني في الليله الاربعاء باش مشيتي للسوق ولاش ضربتك ضربتيني حتى خويت قلتي لي سقيت داليا اللي كانت هنايا في المرح جيت انا طلعت نسيتها ما بقيتش عليها الماء طلعتي انت في الليل شعلتي الضو طلعتي بقيتي كضرب فيا كضرب صافي انا نت في الصباح خليت جوج خوتي ناعسين ومشيت كنا كنديروا حتى حاجه على والو كتبقى تهضر انت تهضر وتوليت مضربنا ما كندير في رمضان انا كنصيب الحوت انت هزيتي رجليك ضربتيني لهنا تتنفخ وجهي وليت عيني ما كنبقاش نشوف فيهم ما درت والو هرس زجاجات الفيترينا المسؤولين اللي خصهم يبحثوا في هذا الشيء هيا قيدت وشوشني قالت لهم وشوشني قالوا لها الله أعلم دازوا في المحكمة ولا بقى صافي أنا ما كملت صافي ديكلاريت خرجوا الجدرمية هنا جوج مرات ودور هو معاهم ما شدوهش ومشى صافي أنا رجعت للدار البيضاء ما بقيتش باس مشيت للخدمة صافي ما بقيتش كملت هذاك الشيء بقى داك الشيء كما هكاك خرجوا جوج مرات عنده كيدور معاهم كيرجعوا بحالهم كيجيبوهش ديالو في الصباح كيقول لي دور معايا كله كنشري له هو ثلاثة بيهم كنشري واش غندير ايوا مهدي توحشتيني قول لها ماما العزيزة الله يحييك غنو دنقه عنقه 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 كل الحبيبه حبيبه واك داك عنقه انا ماماك انا غتكبر غتخدم عليا صافي غتقرا الرضا باعيت كنساعد معاه نتلاقى انا وياه الوجه الله نشوفه ما بغاش كيقول لهم هذا ما عنديش غرض به ما نشوفوا له هو ديك البنت ولا جات عندي نقتلها الله يديالي الوالد ما يصلح ما يسوى صعيب وخبيث وما صالحش راسي كله غراز يديا ظهري ما فياش المهم لا تخازو مزمدين ما مخليش باش ما صاب بوطاكاز ضربني هي سيط عليا بوطاكاز ضربني لهنا جابني ناضي دابا هادي 11 سنه ما شفت ما كنشوف عائلتي ما كنشوفو هو ما والو هذيك البلاد ما نعرفهاش دابا كي داير معظم الفتيات المغربيات يمارس الجنس قبل الزواج هذه ظاهرة مدروسة وظاهرة مؤكدة لكن معظمهن يمارس الجنس مع الشعور بالإثم مع الشعور بالذنب لابد من الإشارة فيما أعتقد إلى السبب الرئيسي في وجود هذه الظاهرة السبب الرئيسي في وجودها هو غياب تربية جنسية بالأساس كنعرف واحد السيدة سميتها مالكة صاحبتي شافتني كنضرب البنيه قالت لي ناديه واحد السيده راني ساكنه عندها راه باغيه تشد بنيه سيري ديها لي هاد شدها ليك
مشيت عند هذيك السيده اللي هي نعيمه، اللي هي حاليا شاده لي البنت الاولى والثانيه والبنت الاولى والوليد والبنت الاخرى. كنت في الجمعية د إنصاف، النهار اللي غنولي جاني حرق مع الحداش اللي كيحرقني ظهري. صافي أنا قلت للمسؤولة راه ظهري كيحرقني حيتاش كاينة وحدة اللي كتبات معانا وكنجي نبقى عليها، كتقولي صافي سيري، كتقولي سيري تنعسي مالك انتي اللي غتولي، صافي راه غتولدي لنا كاع، صافي سيري تنعسي. كنقولي راه فيا الحريق، متسوقتش ليا، كنبقى نمشي للصالون، كنبقى جالسة، كنبقى غير المخد اللي كنبقى نشد فيهم نبقى نعد فيهم، نبقى نهبط من الفوق حتى لتحت، كنحك ظهري على الدروج يعني شي حريق صعيب. الربعه ديال الصباح وما مداونيش للطبيب وكاع حوايجي عمرو دم. حتى الستات الصباح باش قالت لهم صافي دابا خرجوا قلبوا لها على طاكسي اللي تديها، وشوفوا جوج بنات اللي يمشيو معاها والاخرين يقابلوا لهم ولادهم حتى يجيو. كنمشيو للميريزوك وكيرجعوني كيقولوا لي راه خاصك تمشي للكلينيك، حيتاش راه خاصك انت تقدر تولدي بالفتيح. رجعوا تاني الانسان كيقولوا لهم رجعوها لميريزكو. صافي فاش مشيت بداو الناس تما في الطبيب كيقولوا لهم في ميريزكو كيقولوا لهم راه البنت صافي راه غتموت. كلهم الناس بداو كيغوتوا عليهم في الطبيب. دخلني الطبيب صافي بدا كيقلبني لقاني صافي قريبه نولد. بقيت كنغوت، بدات هذيك الطبيبه اللي كانت كتولد فيا كتقول لي سكتي تعرفوا غتولدوا، تعرفوا غتصاحبوا، تعرفوا بداو كيغوتوا عليا. تغوتي سكتي، بداو جوج شادين لي يدي، وحده كتورك لي على كرشي، وحده شاد لي رجليا. المهم منين ولدوني خاص ولدوني مكنتش خاصني ندير الغراز، حطو لي الولد ديالي فواحد الكونة صغيرة وخلاوني والباب محلول. تما مبقيتش كنقد نهضر بالبرد، أمي كي تولد كيكون واحد البرد في الشكل ماشي بحال البرد عادي. حتى العشية ستاد العشية عجات وحدة ديال المينوش وهي لقاتني تما قالت لي واش باقا ما تخيطتيش، قلت لها لا. مشات عند امي تقول لي راه حنا نسيناك راه ما جابولناش الخيط، اي نسافر كنعيطوا ليهم ما كاين الخيط لا والو. صافي ما بنجوني ما والو، هكا كيخيطوا فيا وانا كنغوت. كتقول لي سكتي سدي فمك الحمارة، قلت لي راهم برجالهم وكيتعذبوا وكيغوتوا. قلت لي ما انتي راكي دايرها من الزنقة. اش درتي بيه؟ دهنتي بيه شعرك ولا ها؟ اويلي والمهم ما عتجيش تبوسي زيت فاطمة. خايبة خليها زوطة تحت في الأرض. مو كتمسخ. علاش ضربتي مروة؟ علاش؟ علاش مروة زوينة؟ خايبة. وشكون اللي زوينة؟ هيبة. علاش هيبة زوينة؟ هو معاه من عند الله ما تنستعمل لا 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 عازل طب لا عازل طبي ولا حبوب المنع. من عند الله من فم تكون ما تجينيش لقانتي ديك نشرب الكينه ولا شي حاجه. مشى سافر جا لقاني ولدت، جلست انا وياه فواحد القهوه اش بغيت نهضر. قلت لي دابا منير انت البنت بنتك العالم تيقول هاد الهضره، العالم عارف هاد المساله اللي كنت جالسه معاك وكنت باقا عزبه والناس والشهود والدليل وبزاف الحوايج هذيك لا نقاش فيها. نقول ولد نقدروا نتناقشوا فيه؟ لا انت يا ما كنتش هنا، انا كنمشي تنجي انت كطرقي كتفعلي كتصنعي واخا لا ديان دي بينات كنت وياه وصار للطبيب وحلل وقال اللي قال لك الطبيب ماشي ولدك. انا كنت نتحمل على نفسي العقوبه الحبسيه اللي قدرتيها نتايا.
تنحكم بها على نفسي ونعطيك دم وجهك. وقال لي واحد الكلمة شحال نقول لك غرقت فيها، كرهت راسي وكرهته هو وكرهت العالم، فضلت الموت 60,000 مرة في النهار، في الدقيقة، في الساعة، في الثانية تجيني في هذيك اللحظة من قال لي ديك الكلمة. قال لي ولو تنقرض نساء العالم وتبقي غير انتي ما نتجوش بيك. خدمت عند الناس الاولين، جلست عندهم 4 سنين، مراه وراجل كبار جلست معاهم، كنت كنعيط ليه هو با سيدي وكنعيط ليها هي لالا، كنعيش معاهم زعما انا صحابني غيعاملوني بحال بنتهم، ولات كتعطيني نطيب الخبز الا حرقتها كتشد معلقه سخونه وتحطها لي على يدي. منين بديت نكبر شويه بدا راجل هو كبير اللي كنعيط له با سيدي كيبدا كيتصارع عليا، كيخلينيش نشعل التلفازه، كيقول لي الا شعلتيها خصك تتبوسيني. وخدمت عاوتاني عند مرا في الدار البيضاء، مرت القاضي هذيك تلس عندها 4 شهور ما شفتش الزنقه كاع، كي دايره كنتسخر كتقول لي جيبي البلاطو في مثلا قهوه ولا ما وليش حاجه جيبيه وحاني راسك ما تشوفيش فينا ورجعي باللور تتخرجي عاد عطينا بظهرك. كنت نعسني في الكوزينه كدير لي هزار وما انت رقيقه حدا الكوزينه وحدايا الثلاجه، ولا شي نهار كانت عندها الطوموبيل خاسره وركبنا في الطوبيس كتقول لي ما تدويش معايا في الطوبيس انا هبطهم، كترضاش تهضر معايا كاع في الطوبيس، كيخرجوني كيتعاملوش معايا مزيان، الحوايج كيبقاو عندي سيمانه لابساهم كيخليونيش ندخل للدوش ديالهم. تلاقيت مع بنات، بديت كنتعلم الشراب قارو، بدات تيدق فيا مزيان قارو الشراب الحشيش الكينه قرقوبي كل شيء باش ننسى. شنو اللي عنسى؟ شنو اللي غادي ينسى؟ ناديه كانت راس ولات رجلين، بنت الدراسه، بنت عائله، واخا عندنا المشاكل ديالنا وسط العائله، ولكن عندي واحد العائله اللي هما ما تيرضاوش ان بنتهم تخرج لهذا الميدان هذا. والسيد اللي بنيت عليه الامل ديالي خوابية يعني بوحديتك، لا حنين لا رحيم سوى رب الكريم، لا اب لا اهل لا ام لا اصحاب لا احباب حتى شي واحد بوحديتك، حتى من المخزن الا وقع لك شي مشكل وتضربتي اولا شي حاجه كتمشي تغوتي باش تشدي حقك ما كيشدلكش حقك. علاش؟ لانك عاهره. علاش؟ واش العاهره ما عندهاش حق؟ انها حتى هي راها بشر، حتى هي راها كائن حي، حتى هي راها شي حاجه في المستقبل، حتى هي تقدر دير بزاف د الحوايج. علاش؟ حيت عاهره ما تشدوش لها حقها، واللي عاهره بصح وكتشد لهم حقهم. ولا حيت انا حيت عاهره ماشي من الطبقه الراقيه، عاهره من الطبقه الاسفل السافلين، الطبقه الدنيئه في خطره، ماشي حتى من الطبقه الوسطى. اعتراف البغاء بمعنى أن تنطلق الفتاة في الرذيلة وتعمل في البغاء لتقوت نفسها أو تقوت أسرتها، فهذا طبعا عمل غير شرعي وغير مقبول في الإسلام. لا بد أن يكون في المجتمع مجالات للعمل، مثلا طباخة أو تبيع الخبز أو يعني تبيع الفطائر او تعمل يعني في تنظيف البيوت وتنظيف الشركات او مجالات كثيره للعمل. عندي مشكل ملي كنت مدايزه على واحد الجرده كيكون فيها الشماكريه بزاف الصباح ما كنقدش ندوز من تما، خاصني نباع الطريق شويه باش ندوز على الشارع باش كنمشي للخدمه. كندخل الصباح كنهز
الكروسه، كنهز الشطابه، كنهز الميكات، كنبدا الخدمه. كيكون مشكل مره مره ما كيكونش، حيت مع الناس اللي كيكونوا في الشارع كيبداو يحلوا الزجاجه، يلوحوا الزبل من الطوموبيل. شي مره ما كيجيش في الكروسه، كيجي على صدري. شي مره شي واحد كيغوت عليا، مولات الزبل حيدي الكروسه راني باغي نبلاصي. ومشي مره الا كان كونترول ولا شي واحد جاي لكازا، شي وزير ولا شي حاجه، كنخدموا النهار كله، ما كندخلوش النهار كله، كنخدموا من الصباح حتى العشيه، ومازال كنزيدو من فوق السوايع ديالنا، وما كنتخلصوش فيهم. عندي مشكلة مع مسؤولين، ولكن اللي لقيت مع مشكلة هو الشيف، حيت هو اللي كيحكم في كل شيء. نهار وصفت لواحد البنت، وهي قالت لي، جات لعندي قالت لي راه باغا نهضر معاك، جات لعندي للدار، بقيت جالسه معاها. قالت لي انت دابا كتعيشي في الدار البيضاء وما عندك حتى واحد، وكتعيشي بوحدك، علاش ما ديريش شي واحد اللي يعاونك ويرد لك البال؟ صافي وهي تقول لي يلا، راه هو اللي صيفطني قال لي باش هضري لي معاها باش تصاحب معايا. قلت ليها دابا شنو غندير؟ قالت لي راه داير معايا باش غنتلاقاو انا وياك، وهو فواحد البلاصه راه كاين تما واحد البيت، وغادي تمشي لعندو. فصل 490 من القانون الجنائي تعتبر ان كل علاقه جنسيه بين امراه ورجل خارج اطار الزواج هو فساد، يعاقب عليه القانون، يعتبر جنحه ديال الفساد ويعاقب عليها القانون. كذلك بالنسبه للزوج المتزوج وعنده علاقه خارج الزواج، يعني علاقه جنسيه مع امراه اخرى غير المراه ديالو، يعتبر خيانه زوجيه، كذلك عندها عقاب امام القانون، امام المحاكم. القانون الجنائي تاثر هذه العلاقه كذلك، وتعتبرها مجرمه ويعاقب عليها القانون. بطبيعه الحال تقدمت الزوجه بشكايه او لا تقدم الزوج بشكايه ضد الزوجه ديالو، تعتبر خيانه زوجيه. ولا شك ان انتشار ظاهره الام العازبه او انتشار الانحراف الجنسي حقيقة إذا تم الاعتراف بهذا الولد ونسبته إلى الرجل الذي وقع مع هذه الفتاة في علاقة شرعية، إذا نسب إلى هذا الرجل فطبعا سيكون هناك اختلاط الأنساب، لأنه هنا الزواج هو الذي يحقق سلامة النسب. لا وجود لاعتراف بأم عازبة، فكانت تتابع أولا بجريمة الفساد وكانت تسجن بعد الوضع. الآن بدأت الأمور تخف، الفتاة لا تسجن، وأصبح بإمكان الفتاة أن تسجل مولودها باسمها في الحالة المدنية، وبالتالي هناك وضع شرعي قانوني مكتسب تدريجيا.
ينبغي على السلطات العمومية أن تقتنع بأن من حق أي امرأة أن تضع طفلا بغض النظر عن كونها متزوجة أو غير متزوجة. هل القناعة غير حاضرة؟ على اللوبيا صافي عزيز عليك اللوبيا هاك النهارية درتيها درت هذاك النهارية جاتك زوينة ولا خايبة؟ زوينة والماما كتعرف طيب اللوبيا ربط ماما واحد علاقة مع واحد الشخص الشخص زوين في عقله وتصيري قاسم تيخدم في الرباط وخال ولاد الجوج ماشي ولادو تيعطيني نجلس معاه ما كنستعملش حبوب المنع تنساها فهمتيني بما انه هو ما كيكونش معاك هنا يعني تيجي كيعيط لك بقدره هذاك الشوق باش تشوفيه انتيا وباش يشوفك هو كتنسي كل شيء حملت انايا عيط ليه في التليفون الو سي محمد لاباس بخير كي درتيها قلت ليه راني حامله ومعاك محمد قال لي شنو هو ايه معاك قال لي صافي ما كاين حتى شي مشكل شوفي انت شنو باغي ديري ونديرو معاك الزواج انا ما كريش غنطلب الزواج عندي جوج ولاد مع رجل اخر ربما ما تعرفش ليا بيهم ثاني حاجه انا غير صالحه للزواج انا عاهره وتنكني تشرب هذا كان مقلع هذا اللي يحفظني فلوس السيده اللي مربيه لي الوليدات قالت لي هذه هي الورقه باش عسكر بنتك في المدرسه هذه هي الحاله المدنيه ديالها انا فاش نشوف سرقت ورقه مقوه ورقه خضراء كنستعملوها حنا في اللوازم المدرسيه ملي كتوصلي للاعدادي هذيك الورقه اللي هي حاليا هي الورقه ديال البنت ديال الحاله المدنيه انا ما استوعبتش المساله والان ما بغيتش نستوعبها وما بغياش ندخلها لراسي نهائيا بان ممكن كل فرد من ولادي ان ندير له ورقه بوحديته ورقه مقوه فيها السميه فيها الكنيه فيها الرقم ديال السجل اللي مسجله فيه هي يا كان الا بغات تزعق وتزيد خاصك تشد ديك الورقه علاش ما ديرش مكتب ديال علاش ما ديرش دفتر ديال الحاله المدنيه كانها فيها امها صاحبه الكناش الحاله المدنيه هي السيدة فلانة بن فلانة علاش اذا البنت ملي عاد تكبر وعاد تشوف راسها ما عندهاش حاله مدنيه وعاد تشوف ناس اخرين عندهم حاله مدنيه اذا باش غادي تحس تقول لك انا بنت الزينه انا بنت الزنقه انا بنت انا حراميه الشعب المغربي حنا ما تنهضروش على جميع الشعوب كنهضروا حنا على الشعب المغربي كتسمى حراميه لقيطه حنا انا ما بغيتش بنتي تحس بهذوك وبالرغم ان باها كاين يعني ماشي انا ما عرفاش باها انا ما بغيتش بنتي تطيح في هذا الموقف او لا تبقى تستوعب شي افكار خايبه اللي تقدر تاثر عليها في المسيره ديال الحياه ديالها هي حتى انايا صافي شفت عرفت انا عندي كل شيء يعني ما عنديش اعاقه شحال من وحده دايره هذا الشيء وتمشي تغبر وتجي عند والديها تدخل ولكن بوها خايب حار بزاف جريش على بنتي انا الزنقه جريو على الزنقه ما كانش تكمي لا تكمي جريو على الزنقه ما كانش دير الكينه ولا ديرها جريو على الزنقه ما كانش دير الحشيش ولا ديرو وكجريو على الزنقه الشراب ما كانش دير ولا ديرو شنو غدعي بنتك تبات في الزنقه اشنو غدير الا باتت علي لا وحده هي مشات ماشي لا تبات ديما عيلي لا وحده قدرش كيما كانت بنتي نجيبها ولا تكون في ما كانت انا نخرج نقلب عليها ونجيبها سكرانه ونهزها وندخلها لبيتها نتنعس ونسد عليها عمرني تفكر داز عندي شي حاجه زوينه انا براسي كنجلس كنقول بغيت غير نتفكر شي حاجه داز في حياتي زوينه ما كنلقاهاش عمرني داز في حياتي شي حاجه زوينه
ومني كيجي ولدي لهنا كان بغي نشري ليه شي حاجة وكندوز محدا شي حوايج هو كيشد فيهم كيبغيهم أنا ما عنديش باش نشريهم له. أنا كنشوف شي حاجة كتعجبني كنبغي نشريها ما كنلقاش فلوس شي حاجة كنتشاهلنا كلها ما كنكونش قادة باش نشريها. أنا مرض هنا حتى 3 أيام نجلس نموت كاع ما كاينش اللي كيسول فيا. واحد النهار غنكبر ما كاين شكون اللي غيقابلني مع من نجلس فين نمشي. ولدي خاصو شي راجل ضروري اللي رب اللي المهم يكون شي راجل حيت انا ما نقدرش باش ربي ولد وكيف شي حوايج ديالو. انا دابا ولدي غيكبر خاصو غير اللي يمشي معاه للحمام انا غندخل معاه الحمام درجال ما كاينش اللي غيدوش لي لولدي باش نقدر نوسع عليه شي واحد ولكن ما تعرف شنو هي بنادم كيفاش غادي تدخل معاه ولدي يقدر يتكرفس عليه واخا ولد صغير. بغيت نكون الناس مهماشين، بغيت نكون من الناس اللي عندهم واحد الحضور في المجتمع كيثبتوا الهويه ديالهم كيثبتوا انهم كائنات حيه وليست كائنات ميته منعدمه. كنفكر في انتحار في حاله الغضب. انتحار كنفكر فيه في حاله الغضب. الموت كنفكر فيها في حالة اليأس. الحياة كنفكر فيها في حالة التفاؤل. تفكرت ننتحر شنو هو سبب انتحار الحاجة كيفية انتحار ماشي نشرب كينا نشرب السم لا فكرت نتعرض للتران باش مرة ما يلقاو فيا ما يجمعون تهنا اصلا من الدنيا حيت بعض المرة كنشوف راسي تقهرت عييت ما كتكونش عندك الفلوس باش تخلصي المربيه كتجي كتغوت خلصيني ما عندكش باش تشري الحليب خص بنتك ما خلصتنيش انا وبنتك ما شارياش ليها الحليب وولدك ما شارياش الحليب هذه كنفكر في 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 الموت في اللحظه ملي كيكونوا العائله بعادنا ليا وانا في امس الحاجه ليهم. الحمد لله في حاليا في ظل القياده ديال الملك محمد السادس الله يحفظه كاين واحد العطف كبير على كل الفئات الهشه في المجتمع وخاصه النساء وخاصه النساء في وضعيه صعبه وهذا من الفضل الحمد لله اللي كيجعلنا اننا نكونوا جد متفائلين تجاه المستقبل. ولكن حتى واحد ما كيقول بانه تغيير الوضع ديال واحد البلاد هو شيء سهل. حاجة واحدة اللي تدوز عليا خايبة هو النهار ديال العيد. النهار ديال العيد كيدوز عليا خايب واخا انا عن المربيه ديال وليداتي حسبها بحال الوالده ديالي يعني كندوز معها العيد كنضحك كنلعب ولكن تيبقى واحد النقص دائما انت هي كتمشي عند ولادها ضروري انت كتبقاي بوحديتك. كنضطر انا نمشي لواحد البلاصه هاد البلاصه شنو كندفن فيها شنو كندفن فيها كندفن فيها الدموع ديالي كنمشي الروضه وتنجلس تنبقى نبكي بزاف حتى لدرجه اني صافي ما العينين ديالي تينشفوا ما تيبقاوش عندي حسه الدمعه ما كتبقاش عندي في العين تنبكي داك الدموع اللي كاملين هبطوا في الارض ترد عليهم شويه ديال التراب وتمشي في حالاتي. يعني حتى انا كنحسب راسي انا من في عداد الموتى. Thank you.
حديقة إعلام، حديقة عندها واحد العالم بوحديته، العالم ديال الخلعة، العالم ديال السيطرة، العالم ديال شكون انت وشنو كتسوى، شكون انت وشنو كتسوى، العالم ديال انت كائن بشري خنز مسخ على الهامش لا شيء، كما تنقولوا بالعربيه ما كتسوى حتى بصله. الحشيش اللي تنكميه بكثره، كنكمي الحشيش بزاف ما كنستوعبش اني راه انا عاهره. كيجيب لي الله انا باقا فيرج باقا عزبه، يعني باقا بنظارنا انا غير ناعسه فتره، يعني ناعسه نعس تغفوت واحد اللحظه وتنحلم بان ناديه وقع لي هذا الشيء ولدات وتكرفصات وداكشي، وتنقول غادي يجي واحد النهار اللي غادي نفيق فيه. كنطلب ثلاثه الحوايج من الله سبحانه وتعالى يديرهم ليا. اول حاجه هي شي راجل نتستر بيه، ما نفكرش في الزنقه، نحيد هذا الشيء ويقبل لي على ولادي. اولا شي خرج لاوروبا، خرج شي خرج لاوروبا تكون معززه مكرمه بخير وعلى خير، اللي فاش نجي ونتصالح مع والدي، لان الا تزوجت كذلك ومثل غنتصالح مع والديا. اولا نخدم شي خدمه ديال الحلال اللي تكون مانضه شهريه كنشدها. المشكل اللي عندي ما كنرداش نقول لشي واحد انا ما قارياش ولا قرالي، وشي حاجه كتكون خصوصيه ديالي. مثلا انا هاد المشاكل ديالي كون كنت قاريه وراني كتبتهم. منذ ان فتحت عيني عن هذه الدنيا التي كانت حياتي واحلامي فيها عباره عن مملكه صغيره تحيطني بحبها وحنانها وعطفها الذي ضاع مني منذ زمن بعيد، ولكن مع الأسف الشديد لماض ضل طريق العودة الذي لم ولن يترك أي بصيص أمل يضيء للطريق الذي ضللته كي أحفر عنه. لكني أكرر أسفي على نفسي وعلى الأشخاص المحيطين بي، لأني لم أجد مساندتهم إلا بسبب المقابل الذي يريدون تذوق طعمه. بالنسبه لي انا الحب كلمه زوينه وخايبه. علاش زوينه؟ حيت جميع الاحاسيس الزوينه كتحسيهم. وعلاش خايبه؟ حيت العذاب والمشاكل والاراره وجميع الحوايج الخايبه اللي كتصورهم في راسك يقدروا ينتجوا مع الحب. بالنسبه لي انا اول ما كنعشق تنعشق الراجل كله. شنو كنعشق فيه؟ العقل ديالو، الطريقه ديال الهضره، واللي كيخليني انا نحب بنادم هو تيكون شي واحد عينيه زوينين بزاف، شي عينين ما نقولكش عاوتاني تيطيحوا الزرزور من فوق السور كنولين حماق عليه على دوك عينين دي. والله القسم انا شنو دابا اللي ربطتني في العلاقه ديالي ديال 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 ديالي انا وبين وليداتي؟ عينيه عنده عينين واعرين. ساسي عزيز عليا في الله، الله يا الله، لا اله الا الله، خير ما يذكر عليك يا العالي. بكيت ضرني خاطري وشكيت وفي قلبي نار، هاد العالم منين جيت الظلم وحدو اللي لقيت في جميع الاحوال. ايتها الشفافة اللماحة العابرة الجميلة، ايتها الشهية البهية الدائمة الطفولة، ايتها الشفافة اللماحة العابرة الجميلة،
أيتها الشهية البهية الدائمة الطفولة، أشهد أن امرأة أعطتني الحب بمنتهى الحنان. نبغي نمشي اي بلاصه غير ما نبقاش هنا في المغرب، حتى هنا كيهينوني بزاف وما كيعرفوش قيمه المراه شنو هي، وعايشه مكرفسه بان اي واحد نقدر نقول ليها شي ولكن ما غايحش بداكشي اللي كنحس به انا كيجيب لي الا كنعاود لشي واحد ولكن ما حاش بيا، انا كنحس بالعافيه كتكون شاعله لي في قلبي، كنتفكر ولدي كنشوف شي حوايج انا دازو عليا، ما حتى الا مشيت المهم نخلي ولدي عند شي واحد ورجع عندي، ما نبقاش بلا ولدي. Thank you.